يسجل العراق مئات حالات الانتحار، ورغم ذلك ما يزال معدل الانتحار في العراق أقل من المعدلات العالمية. في محافظة ميسان تفاجأ أفراد من الشرطة إلقاء فتاة بنفسها من على جسر في قضاء العمارة، سارعوا إليها سباحة لإنقاذها فورا دون تردد، ونجحوا في ذلك فعلا، انتشلوها من المياه في اللحظات الأخيرة ثم حققوا معها فورا، موجهين لها سؤالا عن سبب انتحارها قائلين: ليش دبيتي روحش بالماء؟ المقدم يحشوياتش، جاوبي. وعلى الرغم من صعوبة وضع الفتاة النفسي وانهيارها، إلا أن التحقيق معها كان متسرعا نوعا ما وفي وقت ومكان غير مناسبين، بحسب الانتقادات التي جاءت بعد انتشار مقطع الفيديو وعملية الإنقاذ. طلعها طلعها. ليش دبيتي روحك بالماء؟ شو اسمك؟ ليش دبيتي روحك بالماء؟ ليش بابا ليش؟ ليش تحاتي؟ ليش بابا؟ يلا جيبوها 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 يلا بارك الله فيك. بارك الله فيك. شو تسوي؟ هاي الناس ما راضي عني. الانتحار ظاهرة عالمية تتسبب في وفاة 800 ألف شخص سنويا، وبمعدل شخص كل 40 ثانية، يمثل رابع أسباب الوفاة عالميا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 29 عاما حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. وتحاول وزارة الصحة العراقية والجهات المعنية إنشاء وتفعيل نظام وطني شامل متعدد المراقبة ومتابعة ودراسة حالات السلوكيات الانتحارية، وهي واحدة من أهم الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي جاءت حول عملية إنقاذ تلك الفتاة من قبل الشرطة ويقاظتهم في الوقت المناسب كانت كالتالي. نبدأ من تعليق كتبه سلام جمعة. ماذا قال سلام في تعليقه؟ يقول سلام: أدخل الشرطة دورات في مثل هذه الحالات، يعني ما معقول إنسان طالع من الموت ومقرر إنهاء حياته وإنت حضرتك تسألها ليش دبيتي روحتش وشنو اسمك؟ في هذه اللحظات تحتاج إلى أنه تطمئن، خاصة هي فتاة مراهقة وعمرها صغير. هناك أيضا تعليق من حسام مقداد: حي الله تلك السواعد الغيارة من أبناء مدينتنا، دمت بخير والحمد لله على سلامة هذه الشابة مع التحفظ على طريقة المخاطبة. كان من المفروض جعل الفتاة في جو من الطمأنينة من خلال إرسال رسائل أكثر إنسانية وبعدها يتم التحقيق. هناك مداخلة من فاضل مطشر يقول: بارك الله بالمنقذين الأبطال، يجب تكريمهم، بس المفروض أثناء وبعد مرحلة الإنقاذ أن تكون هنالك رسائل تطمين أولا، ثم بعد ذلك تكون الأسئلة والتحقيق تكون داخل المركز بعد أن يتم عرضها على أقرب مستشفى. ألف تحية وتقدير لهم. هنا تعليق من سجاد حميد:
هو هذا اسلوب ليش دبيتي روحك ويرجع احكي وش اسمك؟ هي عندها ازمه نفسيه يراد تاهيل حتى للهوى اللي نشتمه. محمد جابر يقول في تعليقه: هو هذا اسلوبكم؟ وين مراعاه السلوك الانساني؟ مثل ما جاي تشاهد هي واصله الى اعلى مراحل الياس ومتخذه قرار انهاء حياتها. المفروض تخلوها تأمن، بعدها يتم عرض الفتاة على الأطباء وبعدها محاولة حل كل مشاكلها. هنا تعليق من عبد الله أو عبد الإله يقول: عبد الإله منشد الخليفة، شكرا لشرطة النجدة في العمارة على إنقاذ حياة الفتاة، ولكن توجيه الأسئلة لها على شاطئ النهر طريقة غير موفقة. المفروض يتم بعد نقلها إلى الدائرة وبعد أن تستقر نفسيا وحتى عرضها على طبيب مختص بالأمراض النفسية.